أبدي وياك، يعني هاي المقولة أنت اللي قلتها وصرت ترند طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ أحمد، انهجمت الكهرباء. قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح صحفي أن منظومة الكهرباء انهجمت، هو تعبير يا يعني سبحان الله، وايك قرقوزات يعني بصراحه، يكذب كذبه ويرجع يصدقها. وعليه انه اللي طلعت وروجت انه المنظومه انهجمت، كان ردنا عليها كالتالي، انه عدينا كتاب لهيئه الاعلام والاتصالات، اشتكينا شكوى رسميه على القناه، ومن ثم طالبناهم قلنا وين احنا قلنا انهجمت؟ يفترض الاعلام لو مرئي لو مسموع لو مكتوب، وبالتالي لا هو مكتوب ولا هو مرئي ولا هو مسموع ولا طالعين لا على صلاح الدين ولا على غيرها، ولا صدرنا بيان. لا انه بش ما تقول صرح الناطق الرسمي، يعني كان صرح استاذ من صرحت وين هذا التصريح؟ بالتاكيد ست ماكو واحد يعني عاقل يصرح هذا التصريح هذا ابتداء، لان اولا انت تخاطب ذوق مواطنين وطالع على قناته، ويفترض انه من خلالها تطلع على الناس تختار الالفاظ المهذبه، فتشذب كذبه وتصدقها، لا هي مسموعه ولا هي مكتوبه ولا هي مرئيه، وبالتالي خلي تطلعها. وعليه احنا تعاملنا بافق يعني رسمي، ورحنا الى هيئه الاعلام والاتصالات قدمنا شكوى رسميه، هذا اولا. ثانيا يعني المنظومه الان حتى بالازمه اللي مرت بها الكهرباء الحمد لله ما انهجمت المنظومه، بدليل عندنا محطاتنا كانت تعمل على جزء من الغاز الوطني وتعمل بعضها على الوقود البديل، وبالتالي ما نجمت. كان وضعنا صح سيء من حيث تجهيز الكهرباء، بس كان عندنا 13,000 بالعمل، محطات بخاريه وغازيه منها يعمل على الغاز الوطني وكانت تعمل المنظومه. فبالتالي هاي القرقوزات اللي تطلع، وعفوا من جنابك، هذا الكلام مردود عليهم، وهم بصراحه ما عندنا وقت يعني نعطيهم قيمه.